لما قلته قبل ذلك، عندما يتحدث تصطمت له الأذان ويفتح الله له قلوب العباد لتستمع وتستفيد من فضيلته. سماحة السيد مختار علي محمد شيخ شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية. إن الله لا يمل حتى تمل. مش معناها إن الله عندما تمل يمل، لا، إن الله لا يمل. فلماذا تمل حتى تمل؟ فيعني لما يغنى بيبقى في اثنين في ليلة يبقى مية. التحيات الطيبات المباركات عليكم في هذا اليوم العظيم الطيب المبارك الذي نلتقي فيه معا على مائدة المحبة لشيخنا قطب الأقطاب أبي العينين سيد إبراهيم القرشي الدسوقي رضي الله تبارك وتعالى عنه. نلتقي على هذه المائدة، وموائد أهل الله دائما خير الموائد. للصالحين كلام، للصالحين إشارات، يعني أسمع عن واحد فاسق. هذا الفاسق عندما يأتيك بنبأ ما تقولش كلامه مسلم فيه. الفاسق ده لما يجيب بنبأ لازم تراجع وراه، ما تاخدش كلامه كده ايه مسلم بيه. ليه؟ اصله فاسق. وانا دلوقتي اعرف ازاي ان اللي قدامي ده فاسق؟ بيبقى مكتوب على وشه فاسق؟ لا، الناس قالوا لي عليه انه فاسق. فاسق يعني ايه؟ بايظ. فاسق يعني خرج من الملة. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. يعني خرج من الملة بره، يبقى فاسق. طب الفاسق ده جاب لي نبأ، جاب لي خبر، أقول له لا، أنت أصلك فاسق، وبناء عليه الخبر بتاعك ده انا مش هصدقك فيه غير لما ادور وراك، اتثبت، اتبين. وهذا الكلام يخص السادة اللي هم اصحاب المراكز في الدولة او اصحاب المراكز في الاعمال الخاصة، يعني رئيس مجلس ادارة الشركة، يعني وزير، يعني معلش السيد المحافظ، يعني معلش وكيل وزارة الأوقاف، السيد رئيس المدينة، السيد السكرتير العام، يعني الناس الكبار دول، وهم دول أصحاب قرار. يوم جاي لك واحد فاسق يروح مديك كلمتين تروح مضيع الراجل اللي قال لك عليه. لا، ما دام فاسق ما تصدقوش. طيب أعرف منين إنه فاسق؟ تزهقتوا؟ عايز أعرف الفاسق ده شكله إيه؟ يعني مثلا اعور، اعرق، مثلا بيريل، واد لئيم كده بيشرب مخدرات، عشان اعرف انه فاسق ما صدقوش. لكن لو لقيت واحد مثلا بيصلي وعنده زبيبه والحاجات دي اقول عليه فاسق ازاي؟ ما اقدرش. لازم يكون الفاسق ده الناس كلها تقول عليه فاسق. فلما يجيني واحد بخبر اخد ولف بيه في الشارع، تعرف الراجل ده ايه رايك فيه؟ فاسق؟ يقول لي لا. وانت ايه رايك فيه؟ فاسق؟ لا. نلجا نحتكم الى الصندوق، نعمل استفتاء على فسق هذا الرجل. في الاخر يطلع 100 100، يعني يجيب ان هو صالح بنسبه 999%. فبنعمل ايه؟ يبقى هنصدقه.
لا، الغلطة هنا يا اخواننا في كلمة فاسق لوحدها. أبد استحالة ربنا يأمرنا ويزيدنا نضرب أخماس في أسداس دون أن يضع لنا قاعدة نعرف بها مما يحذرنا. يحذرنا من إيه؟ من الفاسق. طب ايه هو الفاسق؟ ما نعرفش. طب وانا يعني اعرف ازاي؟ هو قال ان جاءه فاسق بنبأ تدمين الذين يا ايها الذين امنوا ان جاءه فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. طيب اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. انا عايز اعرف الفاسق ده مين؟ اعرفه ازاي؟ نعمل له تحليل في المعمل مش هيطلع فاسق. نعمل له فحص جنائي كل واحد يجيب لي خبر نعمل له فيش تشبيه بس مش هيطلع فاسق. هيطلع مثلا حرام سرق واذا سرق بطه ده ما خرجوش من الدين. حلف بالطلاق بالثلاثه ما خرجش من الدين. ضرب مراته علقه ما خرجش من الدين. سرق معزه ما سرق. فاسق يعني ايه؟ عايز اعرف فاسق يعني ايه؟ طول ما انت عاوز تعرف يعني ايه فاسق يعني ايه مش هتلاقيه. ربنا قال ان جاءكم فاسق بنبأ، ما قالش فاسق بس. ما قالش ان جاءكم فاسق فتبينوا. الفاسق يا اخواننا في فسوق لغوي وفسوق وفسوق ايماني. فسوق عن الايمان بئس الاسم. الفسوق بعد الايمان. طيب بئس الاسم، الاسم مش الاسم بالسين، بئس الاسم اللي هو الفسوق بعد الايمان. لكن في فسوق ثاني مش وحش. مش وحش يعني ايه؟ مولانا انا معلش هضرب بحضرتك مثلا لانك انت من الصالحين. مولانا انا اثق فيه جدا واخبرني ان شيئا ما حدث وقال انا قادم من حيث الحدث ورايت بام عيني ما حدث رايت كذا وكذا وكذا. بعيدا عن اخلاقه وبعيدا عن ثقتي فيه هو بهذه الصفه يعتبر فاسق بنبأ. خرج من قلب الحدث بنبأ يبقى فسق بنبأ وليس فاسقا اخلاقيا ولا فاسق ايماني. خرج من قلب الحدث بنبأ اللي احنا بنسميه شاهد عيان. ان جاءكم شاهد عيان فتبينوا. شاهد العيان ده اسمه فاسق بنبأ. ان جاءكم واحد يقول لك ده انا شفت بعيني والله العظيم شفت بعيني لما ضربوا بالفاس في عينه. ضربوا بالفاس في عينه. ضربوا بالفاس في عينه اليمين راح مصف عينه الشمال. والله شفته بعينه. أنا شايف. لا ده اسمه هو أصلا اسمه إيه؟ فاسق بنبأ. ربنا عايز يقول إيه؟ مهما كان اللي بلغك الخبر، مهما كان. أول ما يقول لك رأيت بعيني يبقى اسمه فاسق بنبأ. يبقى ان جاءكم اي حد راى بعينه ما يقصه عليك لا تتسرع وتاخد الفاس وتجري او تاخد البندقيه وتجري او تاخد المطوه وتروح تغز. ليه؟ لان الراجل بتثق فيه. لا انت تثق في الشيخ تماما ولكن اسمه فاسق بنبأ. شاهد عيان راى ما حدث عندما حدث وكيف حدث. فيقول لك اولا تسيب فرصه للاحتمال ان هو قد يكون راى من زاويه معينه وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. راى من زاويه معينه وتاكد وهو واثق ولا يقصد الاساءه لاحد ولكن يظن انه يشهد الحق. راى من زاويه معينه والزوايا كثيره فهو لم يتيقن. قال فتثبتوا فتبينوا اهدوا شويه وما ما تجروش ورا كلمه لثقتك في من اخبرك لان من اخبرك هذا
هو صادق. وما الذي يضرني أن أبحث بعده وهو صادق؟ وما الذي يضره هو فضلت له الرجل المحترم الذي نحبه جميعا؟ ما الذي يديره أن أتثبت بعده؟ يقول له أنا والله أخبرتك بما أرى وتثبت كما قلت. لكن يقول له أنت بتدور ورايا؟ يعني أنت بتبحث ورايا يعني؟ يعني أنت مكذبني؟ أيوة يا فاسق بنبأ. مش يا فاسق، فاسق بنبأ مش معناها كافر ولا معناها ملحد ولا معناها وحش ولا معناها حرامي، معناها أي حد خرج لجهة من حتة معينة ومعاه خبر يقول لك شوف مش حد قال لي، يقول لك برضه تثبت مش هيجرى حاجة. ليه بقى؟ أن تصيبوا قوما، مش واحد، لأنك أنت قد تتسرع وتأذي مش واحد، تأذي ناس كتير، خاصة إذا كنت من أصحاب القرار. يعني في يدك أنك تقيم الحرب وتقعدها، في يدك أنك تعمل أي مشكلة بقرار من عندك، وتتسرع لأنك أنت وثقت في رجل فسق بنبأ وهو تبين. فعندما تتبين تبرئ ذلك الرجل الذي نقل إليك الخبر، كده تقول ثبت لي على يقين السابق يقينا جديدا بأن هذا الرجل محترم. كل ما يتثبت وراك كل ما يديك شهادة جديدة. لكن تقول ما تدورش ورايا؟ لا، يعني انت تديني 1000 جنيه انا بعدها. يقول انت بتعد ورايا؟ اقول لك لا انا بعد قدام بس عد برضه. جاءكم فاسق بنبأ، كلمة فاسق بنبأ أرجو ننتبه لدي بس، مش هقول غيرها خلي بالك، لأن كثير الكلام ينسي بعضه بعض. هي دي، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. ما فيش واحد اسمه فاسق يعني كافر يعني طلع من النار، في كده، لأن القرآن حمال أوجه، والكلمة يقع القول في مواقع شتى، والكلمة قد تكون بهذا المعنى وقد تكون بذاك المعنى. كلمة واحدة تعطي معاني كثيرة، ولا يظن أحد أنه ألم بالقرآن كله، فإن شراح القرآن كعمي يصفون فيلا. شراح القرآن كلهم كعمي يصفون فيلا، يصفون على قدر ما طالت أيديهم، وكلامهم صحيح ولكنه غير دقيق. واحد يقول الفيل أمنس، إيده جات على حتة مساه. الثاني يقول الفيل كثيف الشعر، إيه دخل حتة كثيفة الشعر، ويقولوا كلام متناقض هم صادقون. ثم نأتي يوم القيامة نفاجأ أننا لم نفسر آية واحدة على مراد الله تعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أيها السادة تثبتوا وإن جاءكم شاهد عيان، تثبتوا لا تتسرعوا، وإلا تبقى أنت من المتربصين، أنت مستني مصيبة الراجل زمان، مجرد ما حد يقول لك تروح داخل في مصاريفه على طول. لا يبقى ما تقولش فلان قال لي، ده أنت اللي من عبدي. عايز تبقى أسئلة. فين يعني؟ خليك كده تثبت، اهدى، أنا أشوف يا أخويا، أسأل وربك على الطاقة، واسأل ده لغاية ما تثبت. وهذا لا يعني أن الرجل الذي أبحث خلفه لعدم ثقة فيه، لا، كلمة فاسق بنبأ كلمة عالية جدا، غالية أوي أوي، وربنا راح نغلفها كده وراح نكلم بها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا، ما كلمش بها أي حد. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله. اعلموا، احنا عارفين، لا اعلم، لو يطيعكم، يطيعكم في كثير من الأمر لا هلكتم لا عنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، زينه في قلوبكم، كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، كان مفروض إليه وأنتم الراشدون. ما الكلام يا أيها الذين آمنوا، قال حبب إليكم كره إليكم، لكن هنا أولئك هم التفات.
والالتفات له مكان آخر. بهذا سيداتي وسادتي نلتقي في رحال سيدة بالعينين على محبة ورضا وتثبت وثبات ويقين في قدرة الله ويقين في عظمة الأولياء الذين من الله عليهم من فضله وأعطاهم من علمه وأكرمهم من كرمه وحفظهم بحفظه وزين الإيمان في قلوبهم وزين بهم الإيمان في قلوب أحبابهم. اللهم إنا نسألك بمسائلك كلها، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وعطف على قلوبنا بمحبتك، وتجلى على أرواحنا بمشاهدتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا سألناك ما نعلم، فأعطنا اللهم ما نعلم وما لا نعلم مما ينفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. وكل عام وأنتم بخير. عزيزي السيد الوزير، أتمنى لك ولأحبابك ولمعاونيك دوام الصحة والعافية، وكل عام وأنتم بخير، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.